نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. له الحمد وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو المدبر الخبير العليم. والصلاة والسلام دائمين متلازمين على منبع العرفان، سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وخلفائه ما تعاقب الليل والنهار، ورضي الله عن تاج العارفين وممد كل أولياء الرحمن، سيدي وشيخي ووسيلتي مولاي أبي العباس أحمد بن محمد التيجاني السالمي. السلام عليكم ورحمة الله.